ملف المتابعة اليومي لتطورات الأزمة الأوكرانية. أفاد وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا بتعرض قرى في مدينة دونباس شرقي البلاد للقصف بالأسلحة الثقيلة من انفصاليين روس، مؤكدا على حسابه في تويتر أن البنية التحتية للمدينة قد تضررت، داعيا جميع الشركاء الدوليين إلى الإسراع في إدانة التصعيد الروسي الذي ينتهك اتفاقات مينسك على حد وصفه. نفى المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف صحة تقارير أشارت إلى شن روسيا هجوما عسكريا على مواقع في شرق أوكرانيا، وقال إن بلاده تراقب الوضع عن كثب في منطقة دونباس، مطالبا الغرب باستخدام نفوذه لمنع كييف من الإقدام على المزيد من التصعيد. من جانبه عبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ عن قلقه من خلق روسيا لذرائع من أجل غزو أوكرانيا، وذلك بعد تعرض قرية لوهانسكا الأوكرانية للقصف، محذرا من أن اعتراف الروسي بانفصال دونباس سيشكل تقويضا لوحدة أراضي أوكرانيا، مؤكدا في ذات الوقت أن الناتو سيواصل تقديم الدعم العسكري والمادي للجيش الأوكراني مع الاستمرار في مساعي التوصل إلى حلول دبلوماسية. وفي جلسة عقدت بطلب الروسي، بحث مجلس الأمن مستجدات الأوضاع في أوكرانيا، جلسة عقدت بالتزامن مع تصاعد التوتر بين روسيا والغرب إلى مستوى غير مسبوق باندلاع اشتباكات في إقليم دونباس، يخشى الغرب أن تكون ذريعة لغزو روسي محتمل لأوكرانيا. نتابع مستجدات الأزمة وتطوراتها ولكن مع ضيفنا ولكن بعد هذا التقرير. تصاعدت الأزمة بين روسيا والغرب بشكل حاد بعدما تعاهد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الخميس بنشر رد موسكو على واشنطن بخصوص الضمانات الأمنية في خطوة تعتبرها روسيا ضرورية ليكون معلوما للجميع موقف كل طرف. سوف ننشر الخطاب اليوم، نجدد مطالبنا بعدم السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو، وسنواصل المحادثات مع الغرب بشأن مقترحاتنا الأمنية. الرد الروسي بشأن الضمانات الأمنية أبدى امتعاضه من تجاهل واشنطن لمخاوفه، وطالب الغرب بوقف إمداد الأسلحة لكييف وأن تسحب الولايات المتحدة قواتها من وسط وشرق أوروبا ودول البلطيق. وسريعا ما أتى رد البيت الأبيض بما لا تشتهي سفن موسكو، ومن الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه الذي أوضح عدم نيته في إجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي، لا سيما مع وجود مؤشرات بهجوم روسي على أوكرانيا وفقا لتعبيره. والمناوشات الدبلوماسية والإعلامية بين روسيا والغرب لا تهدأ بانتقالها إلى حيز التنفيذ العسكري، مع اتهامات متبادلة بين كييف وموسكو بشن هجمات على إقليم دونباس، وهو الأمر الذي عزز المخاوف الغربية من أن تقوم روسيا بافتعال ذريعة أو مبرر يفتح لها الطريق للغزو. ما زلنا نجمع التفاصيل، لكننا قلنا من قبل أن الروس قد يفعلون شيئا ما لتبرير اجتياح أوكرانيا عسكريا. ومن مقر حلف الشمال الأطلسي في بروكسل عقد لقاء لوزراء دفاع دول الناتو، نفى خلاله الجانب الأمريكي الممثل بلويد أوستن أن تكون موسكو قد سحبت قواتها من الحدود الأوكرانية، فيما اعتبر أمين عام حلف شمال الأطلسي أن عناصر الاستخبارات الروسية ينشطون في الشرق الأوكراني في محاولة للبحث عن ذريعة للغزو. الكريملين بدوره اتهم كييف بحشد قوات هجومية ضخمة في إقليم دونباس، ما يهدد باشتعال الأوضاع في أي لحظة، فيما أنكرت كييف هذا الاتهام وأكدت تسجيلها 29 انتهاكا لوقف إطلاق النار في الإقليم من قبل قوات مدعومة من روسيا. وعلى كل حال لا يبدو أن الجهود الدبلوماسية قد نجحت في نزع فتي للأزمة الساخنة. من موسكو انضم إلينا الباحث السياسي الروسي السيد أندري أنتيكوف. أهلا بك سيد أندري. هناك تطورات بعد أن كانت التهدئة خلال الأيام الماضية، ولكن روسيا الآن أو موسكو طردت نائب السفير الأمريكي في موسكو، وهناك اشتباكات في دونباس، هل يعيدنا ذلك إلى الوراء واحتمالية هجوم أو اشتباك بين الطرفين أم ماذا؟ أنا لا أعتقد ذلك. روسيا كانت أكثر من مرة واضحة بأنها لا تسعى لغزو الأوكرانيا، ولكن
من تقوم بهذا التصعيد هي الولايات المتحدة الأمريكية. يعني نحن من جديد نسمع التنبؤات ومواعيد الجديدة عن كما يقال الموعد لاحتلال الروسي للطرف الأوكراني. أمر مضحك تماما، يصبح مضحكا أكثر وأكثر. فلذلك أما بالنسبة لطرد نائب سفير الأمريكي في روسيا، فهذا الأمر يأتي في إطار الحرب الدبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الحرب الدبلوماسية تستمر منذ أشهر أو حتى أفضل أن أقول منذ سنوات. يعني هناك تبادل لمثل هذا الطرد لدبلوماسيين. أمريكا ستطرد دبلوماسيين، 55 دبلوماسيين الروس هذا العام. فلذلك أيضا هناك مشاكل مع يعني حصول على تأشيرات من قبل الدبلوماسيين الروس الذين يتوجهون إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ليس فقط إلى أمريكا بل كذلك إلى يعني الأمم المتحدة في نيويورك، إلى مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. فلذلك هي المسألة الدبلوماسية قبل كل شيء، حرب الدبلوماسية قبل كل شيء. طيب، رئيس جو بايدن الرئيس الأمريكي أكد بأنه تلقى الرد الروسي على المكتوب ولكنه لم يقرأه حتى الآن. هناك معلومات تحدثت عن بعض النقاط في هذا الرد، وهو أن واشنطن لم تقدم ردا بناء على مقترحاتنا وتجاهلت النقاط المبدئية بالنسبة لنا. هذا من الجانب الروسي. ماذا يهم روسيا؟ هل فقط عدم توسع حلف الناتو يعتبر مرضي بالنسبة لها، أم أن هناك نقاط أخرى تؤكد على أهميتها؟ بطبيعة الحال هناك نقاط أخرى، وتلك النقاط تتعلق قبل كل شيء بالنشاطات العسكرية الأمريكية ولحلف الناتو قرب الحدود الروسية. عندما أتحدث عن النشاطات فأنا أقصد المناورات العسكرية في بحر الأسود قرب الحدود الروسية في الغربية. وأيضا أود أن أذكر أن مثلا أمريكا انسحبت في السابق في عام 2001 أيام جورج بوش الإبن من معاهدة صواريخ مضادة لباليستية، وثم في خلال أيام عهد رئيس دونالد ترامب انسحبت أمريكا من معاهدة صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى. أي هذا يفتح المجال للولايات المتحدة الأمريكية لتنشر مثل هذه الصواريخ قرب الحدود الروسية، وخاصة عندما نحن نسمع الأحاديث المستمرة عن إمكانية ضم أوكرانيا وأيضا جورجيا إلى حلف الناتو. فهذا يعطي أمريكا فرصة لنشر مثل هذه الصواريخ قرب الحدود الروسية. فأنا أقصد الصواريخ التي قد تستهدف موسكو العاصمة الروسية خلال دقائق فقط. روسيا تقول أنه عدم استعداد واشنطن للاتفاق مع موسكو سيدفعها للرد عبر إجراءات عسكرية تقنية. ما هي هذه الإجراءات برأيك؟ وثم ألا يثبت ذلك بأن روسيا كانت وراء الهجوم السبراني على بعض الوكالات في أوكرانيا؟ لا، أنا لا أعتقد ذلك. موسكو لا تهتم بصراحة بأوكرانيا من وجهة نظر الهجمات السبرانية. يعني نحن نرى أن مفتاح لحل الأزمة الأوكرانية ولحل الخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية هو في واشنطن، ليس في كييف، ليس في موسكو. الكرة حاليا في الملعب الأمريكي ومبنيا على القرار الأمريكي. نحن سنشاهد تطورات الأحداث الآن. نحن نرى وبشكل واضح جدا أن أمريكا تختار مسألة التصعيد، وكما طيب لكن ما هي الإجراءات العسكرية التقنية؟ هل هي سيبرانية أم طائرات مسيرة أم ماذا بالضبط؟ لا، حسب فهمك. لا 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 لا، انا اعتقد ان قبل كل شيء الامر يتعلق بنشر الصواريخ ايضا قصيره ومتوسطه المدى يعني قرب حدود تلك الدول الاوروبيه التي ستسمح نشر مثل هذه الصواريخ قرب الحدود الروسيه. هذا شيء ثاني. انا اعتقد ان قد يكون ايضا هناك نشر الصواريخ الروسيه قرب الحدود الامريكيه في دول الثالثه. بطبيعه الحال كان هناك في السابق بعض الاحاديث عن إمكانية نشر مثل هذه الصواريخ في كوبا أو في دول أمريكا الجنوبية. أي يعني هذا هو الرد المحتمل. في نفس الوقت من جديد أقول الكرة حاليا في الملعب الأمريكي، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخذ القرار حول تطورات الأحداث في المستقبل. ابقى معي رجاء سيد أندري. شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن احتمالية غزو روسيا لأوكرانيا ما تزال مرتفعة للغاية في ظل استمرارها بحشد قوات ضخمة على الحدود مع أوكرانيا.
ما مدى احتمالية الغزو الروسي الآن؟ إنها مرتفعة للغاية. لماذا؟ لأنهم لم يحركوا أي من قواتهم للخارج، لقد نقلوا المزيد من القوات للحدود، هذا أولا. ثانيا، لدينا سبب للاعتقاد بأنهم سيلفقون ذريعة لبدء اجتياح أوكرانيا في أي وقت. أعلنت السفارة الأمريكية لدى موسكو أن السلطات الروسية طردت نائب سفير الولايات المتحدة بارت جيرمان. وقال المتحدث باسم السفارة جيسون ريب هولتس إن واشنطن تعتبر تصرفات موسكو بحق نائب السفير خطوة تصعيدية، مبينا أن بلاده تدرس حاليا خيارات الرد على هذا الإجراء الروسي. على صعيد آخر، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن عدد القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا قد ارتفع ليصل إلى أكثر من 150 ألف جندي. وأضاف خلال مؤتمر صحفي لوزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف الناتو أن الولايات المتحدة تتابع كل الذرائع المحتملة التي قد تستغلها روسيا لغزو أوكرانيا، مؤكدا أن الحل الدبلوماسي للأزمة الراهنة ما يزال ممكنا. لقد رأينا تقارير القصف وهي بالتأكيد مقلقة، وما زلنا نجمع التفاصيل، لكن كما تعلم قلنا منذ مدة أن الروس قد يفعلون شيئا كهذا لتبرير صراع عسكري، لذلك سنراقب الوضع عن كثب. طيب سيد أندري، هناك حديث لوزير الدفاع الأمريكي من أنه هو قال نعلم أن هناك موافقة صينية ضمنية على ما يقوم به الرئيس بوتين في المنطقة، هل أصبح هناك اصطفاف كامل بين روسيا والصين ضد الولايات المتحدة والدول الأوروبية؟ هل هذا ما يمكن فهمه؟ يعني أنا أعتقد أن هناك تقارب روسيا صيني مستمر، وسببه السياسة الأمريكية معادة بالنسبة لروسيا ومعادة بالنسبة للصين. لم تترك الولايات المتحدة الأمريكية خيارا آخرا لكل من موسكو وبكين إلا هذا التقارب. نحن ندرك تماما أن لن نستطيع أن نواجه التحديات صادرة من الولايات المتحدة الأمريكية بوحدنا، يعني روسيا والصين، فلذلك هذا التقارب مستمر. فبطبيعة الحال يعني نحن عندما نتحدث عن الموقف الصيني من ما يحصل في أوروبا بشكل عام، فالصين متضامنة مع روسيا بهذا الخصوص، خاصة عندما تارى بكين بأن هناك تحركات الأمريكية عدوانية وهناك حملة إعلامية ضد روسيا. هناك يعني بشكل عام روسيا تصطدم مع الخطوات التي قد تصطدم بها الصين في المستقبل. سيد لافروف قال بأنه المناورات مع بيلاروسيا ستنتهي يوم الأحد وسيكون هناك لا داعي لبقاء القوات هناك، وهناك حديث روسي مستمر عن سحب العديد من القوات من على الحدود الأوكرانية، لكن الأوروبيون والأمريكيون يقولون لا يمكن أن نكذب صور الأقمار الاصطناعية التي تثبت أنهم ما زالوا موجودين، ما رأيك في هذا؟ أنا أعتقد أن يجب أن نعاول على التصريحات الرسمية الروسية. يعني روسيا كانت واضحة بهذا الخصوص، عندما تنتهي المناورات فيتم سحب هذه القوات، وهذا ما بصراحة حدث مرارا وتكرارا. روسيا تجري مناورات من وقت إلى آخر في تلك المنطقة وثم تسحب قواتها منها. أما بالنسبة لتصريحات المسؤولين الغربيين، فيعني نحن نعلم أن في السابق هم قد أعطوا لنا كثير من التصريحات مضللة بصراحة. مثلا سمعنا المعلومات بأن روسيا تسحب دبلوماسيين من كييف، سمعنا معلومات عن موعد المحدد لغزو الروسي ضد أوكرانيا وهو 16 فبراير، وكيف يمكن أن نعول في هذه الظروف على هذه التصريحات الجديدة؟ يعني خاصة علاوة على ذلك، في السابق المسؤولين الغربيين قد قالوا بأن هناك 100,000 ثم 100,000 جندي الروسي، ثم تحول هذا الرقم إلى 110 ثم 125 والآن 150 وإلى أي مدى نحن سنشاهد هذا الازدياد في الأرقام. طيب ما هي حدود دعم روسيا لدونباس، وأيضا ما احتمالية أن يوافق الرئيس فلاديمير بوتين على ما رفعه الدوما من الاعتراف بالمقاطعات الانفصالية في أوكرانيا؟ احتمال ضعيف جدا، وأنا أستبعد ذلك 100%، بسبب أن
بوتين كان واضحا بهذا الخصوص، هو قال بأن لا يوجد تخلي عن اتفاقية مينسك ويجب أن نتمسك بهذه الاتفاقيات كالطريق الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية. في نفس الوقت عندما نحن نشاهد مثل هذه الخطوات من قبل البرلمان الروسي، فبطبيعة الحال هو يشكل ضغطا على سلطات في كييف ويعطي وسيلة إلى أيدي رئيس فلاديمير بوتين في حال نحن نشاهد تطورات الأحداث طارئة وخطيرة جدا في المنطقة. الباحث السياسي الروسي السيد أندري أنتيكوف من موسكو، شكرا جزيلا لك. ومع ضعف احتمال نجاح الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، تزداد احتمالية المواجهة في رأي البعض. فما هي موازين القوى العسكرية بين البلدين؟ نتابع في هذا الفصل.